هنا في هذا المكان الذي أصبح ملجأ ومأوى لمركز إيواء للنازحين من مناطق شمال قطاع غزة، وصلوا إلى هذه المنطقة في أقصى جنوب قطاع غزة. هذا المكان الآن مكون من هذه المجموعة الكبيرة من الخيام، ظروف إنسانية صعبة يعيشها سكان هذه المنطقة، ولجأ إليها من مناطق بيت حانون، بيت لاهية، جباليا، وكذلك سكان منطقة مدينة خان يونس. على أي حال نحاول أن نفهم ما الذي يجري مع إحدى النازحات هنا. يعطيكم العافية، شو اللي جابكم هنا؟ كيف الوضع؟ الله يعافيك. طبعا إحنا أجينا هنا من يوم الجمعة الماضي، صار طبعا ضرب. إحنا كنا في مخيم جباليا في بيتنا، صار حزام ناري في المنطقة اللي كنا ساكنين، عند المنطقة اللي ساكنين فيها. طبعا الحزام الناري هذا خلخل دارنا، فطلعنا شردنا عند دار أختي في الصفطاوي. من دار أختي طلعنا يوم الثلاث، صار ضرب كبير كتير، صار يقولوا نطلع على الجنوب. وصلتوا الجنوب، هذا الخيم كيف؟ ماشي حالكم مدبرين وموقفين؟ لا طبعا فيش حدا مدبر نفسه. ماشي طبعا احنا لما طلبوا نطلع من بيوت لبيوت اللي احنا برضو لجأنا إلها، اللي هم أقاربنا، اللي احنا طلعنا من بيتنا اللي من جباليا لبيت في الصفطاوي، شردنا من القصف. فلما كنا في البيت اللي هم دار أختي اللي في الصفطاوي، صار خوف إنه لازم بدهم يضربوا ضرب عشوائي ويضربوا حزام ناري في المنطقة. بس بدنا نفهم هذا المكان الآن، أنت وصلتوا كان في خيام ولا بنية جديدة؟ لا إحنا جينا وحجزنا وظلينا قاعدين عبل ما حطوا الخيمة. كيف الأوضاع فيها؟ كم فرد في هذه الخيمة؟ إحنا 11 نفر في هذه الخيمة. طبعا ما فيش، حياة مأساوية، يعني حمام بصعوبة، أكل، مية، كله فيش نت، فيش إرسال، كهرب، فيش كهرب طبعا. شكرا. إذن الوضع صعب جدا، حتى الأكل مش. بعدين إحنا يعني على أي أساس بنطلع من بيوتنا؟ على أي أساس إحنا في بيوتنا وفي دورنا؟ ليش اليهود بضربوا علينا ضرب عشوائي؟ لا بضرب ضرب عشوائي. وصلت الفكرة. إذن هذه هي الخيام الموجودة هنا، عشرات ربما مئات العائلات. حتى اللحظة لا يوجد إحصائية لهذه الخيام الموجودة هنا التي تذكر الفلسطينيين بما حل بأجدادهم. هذا الجيل حل بأجدادهم النكبة وعاشوا في خيام. يبدو أن الاحتلال يضغط باتجاه هذه المخيمات وهذا الشكل الجديد من حياة الفلسطينيين وشكل جديد من التهجير في عام 2023. بس الخلف من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تلفزيون العربي.